السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فيديو بسيط بخصوص مشاكل لما تدخل أنت على الجلسة تحصل مو كل الطلاب موجودين في الجلسة. طبعا هذا ليش المشكلة؟ إن الطالب لما يدخل جلسته وش هيشوف؟ هتطلع له حاجتين. دقيقة بس، الفصول الافتراضية، تطلع له الفصول الافتراضية، هيجيك انت احنا كون سجلنا جلسة للطلاب، بحيث زي ما عرفنا الجلسات عبارة عن كل يوم جلسة اذا تبغى تكون مسجلة او شيء. المشكلة ما هي؟ المشكلة ان الطلاب يدخلون على الحجرة. فالمشكلة إن لما الطالب يضغط على الحجرة، شوف الآن أنا بضغط على الحجرة الآن، لما أضغط على الحجرة هيجيني الانضمام إلى حجرة، مكتوب هنا الانضمام إلى حجرة، فأنا ممكن أضغط على الانضمام إلى الحجرة، الآن تنفتح لي الصفحة اللي هو بغيرها، اللي هي حقة الدرس، الآن أنا انضممت إلى الحجرة، ما في إلا أنا الحالي. لو رجعنا خليها مفتوحة. لو رجعنا مرة ثانية للبلاك بورد وسكرنا هنا، شفت التجربة هذه؟ برضو أستطيع أني أنضم إلى الجلسة. الانضمام إلى الجلسة. فممكن أنا أنضم إلى الجلسة. تلاحظ الآن في عندي هنا ثنتين فصلين للطلاب، واحد تبع الحجرة والثاني تبع الجلسة. فبما أن الطلاب يدخلون على أنا توكل عندي، كان عندي درس قبل شوي وسألتهم قالوا نعم، حصلت هنا تقريبا طالبين وباقي الطلاب جالسين هنا. فأفضل حاجة أنك لما تدخل على البلاك بورد تمام وعندك درس، انك تدخل على الثنتين في نفس الوقت زي كذا، تدخل على الحجرة وتدخل على الجلسة، يعني هنا حجرة جلسة حجرة جلسة حجرة جلسة. فعشان بتحصل هنا جزء من الطلاب وبتحصل هنا جزء من الطلاب، فتروح للحجرة ممكن تكلمهم تقول ما عندهم رجاء اتجهوا الى الجلسة، فتلقى الطلاب من هنا يطلعون واحد واحد ويتجتمعون كلكم في جلسة واحدة. فهذا طبعا هذه مشكلة الطلاب وليست مشكلتك أنت، لأن الطلاب يدخلون على الحجرة، فإذا ضغطوا على الحجرة كتبوا الانضمام للحجرة، وإذا ضغطت على الجلسة فيها الانضمام للجلسة، فتلقى الطلاب متوزعين بين حجرة وجلسة. فالمفترض انك تروح للحجرة وتكلم الطلاب اللي في الحجرة يتجهون الى الجلسة. تمام، اتمنى اني افدتكم في هذا الموضوع وشكرا.